أنا اللي بشكركم. وقبل ما تمشوا، الدعم موجود، وأنا عايز أقول أنا قدامي 6 نماذج تقريبا. طب ال6 نماذج دول يعني أتكلم بالنظريات، يعني 50% ممكن يجيبوا نتيجة، ممكن 100% طبعا، لكن ما تفهمونيش غلط، أنا بقول كده مش ليكوا أنتوا، أنا بقول كده لينا إحنا. يعني يعني نحلم ونجري على حلمنا ونصدق ون إيه؟ نصدق إن ممكن يحصل فيه نجاح. مش نقول إيه؟ طب ماشي، يعني تلوين صورة، يعني أنتوا واقفين قدامي كده وبتقولوا أنا لا. قبل ما تمشوا، الدعم موجود والأرقام اللي ما تتخيلوهاش موجودة، وبقول لكم كده يعني كل واحد هيحتاج ايه؟ مثلا 1 2 3 مليون عشان الكلام اللي بتقولوه يطلع ويبقى فعلا مش بس ينجح كفكرة، لا، ينجح كمشروع، ينجح كمشروع. من أول كلام اللي قاله صموئيل ومريم محمد والزملاء اللي اتكلموا كلهم، والزميلات طبعا أو بناتي يعني أو كده اللي اتكلموا كلهم، لا إحنا جاهزين. وانتوا واقفين كده قدامي هقول مبدئيا كده اهو، الارقام اللي انتوا بتحلموا، لا مش بتحلموا، ما تحلموش، هتتوفر لهم مش من جيب الحكومه. طب ليه مش من جيب الحكومه؟ لان انا مرتب ترتيبات تانية. الحكومه يعني ما تزعلش يا دكتور مصطفى، الدكتور مصطفى والحكومه مطحونه جدا. الكلام اللي كان بيكلمه دلوقتي هو بيتكلم على محافظة واحدة، واتكلم اقسم الكلام نصين، نص اتعمل من غير حياة كريمة ونص بيتعمل بحياة كريمة، وقال الرقم كله تقريبا غير الحياة كريمة اللي اتصرف حتى الآن 7 تريليون. وأنا بقول لكل المصريين اللي بيسمعوني ولكم اللي موجودين معايا، 7 تريليون ده رقم متواضع جدا قدام الحلم. قدام ايه؟ الحلم. انا جاي بالطريق وجاي بالطياره وبشوف الحاجه اللي المباني اللي تحت مني، ده لسه بدري قوي 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 قوي، انا بتكلم بجد لسه بدري. وده مش معناه، انا قلت الكلام ده في الفطار مع في قريه ابو دومه، يعني قلت ايه؟ قالوا ان سعيد كان مهمش وبتنسي، وانا بقول لكم لا، سعيد لا كان مهمش ولا متنسي، البلد ما كانتش قادره بس. وانا عارف بقول لكم كده ليه؟ عشان احنا لازم نحترم عقول بعض ونبقى موضوعيين وصادقين في التقدير والتقييم لواقعنا، ونعرف ليه احنا واقعنا كده. واقعنا كده لان البلد مش قادره. البلد ايه يا دكتور مصطفى؟ مش قادرة وما كانتش قادرة. طب من اللي بيتعمل ده قبل كل شيء توفيق ربنا سبحانه وتعالى، وثانيا هو محاولة لتطوير الفكر زي ما انتم بتفكروا كده. عشان كده وانتم بتفكروا تلاقيني ان انا ايه؟ متحمس قوي ليكم. انا متحمس دايما للفكرة، لان الفكرة ممكن تحل مسألة بالمسار التقليدي ما تتحلش، والفكرة تنجح بالمسار التقليدي ما تنجحش، وبالفكرة توفر بالمسار التقليدي ما تمولش. الفكرة كده، البلد اللي ظروفها والناس اللي ظروفها مش متيسرة قوي ما عندهاش غير الحلم والفكرة والعمل. أنا حبيت أقول الكلمتين دول لأن أنتم يعني كنتم ملهمين بالنسبة لي كلكم، بغض النظر عن مدى النجاح اللي ممكن يتحقق ورا كل موضوع انتوا اتكلمتوا فيه، بس ارجع تاني اللي شرحه دولة رئيس الوزراء. ارجو ان احنا نتوقف قدامه كويس، مش بس اهل سوهاج ولا اهل الصعيد، لا انا بتكلم على كل المصريين. وهديكم مثال، انا بتابع السوشيال ميديا جدا يعني، وتعليقات كل الناس، وبجد مثلا حد يقول لك ايه يعني يا كامل يا وزير مش كفايه اسفلت بقى؟
يقولوا ايه؟ كفايه اسفلت. ده اول حاجه تتعمل الاسفلت، شبكه الطرق عشان نوصل لكم وتوصلوا لنا. اتفضل يا كام. فبلاقي تعالي اقول عين الناس اللي بتقول كده عايشه في مناطق ما شافتش اهالينا في كل حته في مصر عايشين ازاي وبيمشوا ازاي والبنيه الاساسيه اللي عندهم اخبارها ايه. احنا كنا بنتكلم نقول عندنا صرف صحي، ولكن الصرف الصحي اللي موجود ده نسبته قد ايه؟ 10% 13%. يعني انا اول ما بدات سالت الدكتور مصطفى عندنا كام في المية؟ انا موقفكم كتير، موقفكم مش كده؟ لا صحيح، احنا مبسوطين جدا بوجودك معانا وانا حبسطكم سعداء جدا. حبسطكم ربنا يخليك لينا يا فندم. فقالوا 12 13% ساعتها ساعتها. طب هو اللي قبل مننا كانوا يحلم، ما كانوش عندهم حلم ان هم يعملوهم 100%؟ لا عندهم. وعارفين اقول كده ليه؟ عشان ابدا ابدا تفكروا كويس جدا قبل ما تطلعوا كلمه من لسانكم، لان الكلمه هنتحاسب عليها قدام الناس وقدام التاريخ وقبل ده كله قدام ربنا. في يوم كل كلمه محسوبه بدقه. فخلي بالك ما تقبلش الكلمه وتقول ايه ما هو يعني انا شاطر بقى، يعني انا ايه يا دكتور انا شاطر انا اللي بعمل. لا 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 لا، اللي قبل مننا كانوا عايزين يعملوا بس ما قدروش يعملوا، اللي قبل مننا كانوا عايزين ايه يعملوا. انا بتكلم، ما هو الدكتور مصطفى كان رئيس هيئه المجتمعات مش كده ولا التخطيط العمراني، والدكتور عاصم كان زميله صح كده مش كده يا عاصم؟ طيب كنتوا بتحلموا؟ اه. كان نفسكوا؟ اه. طب ما قدرتوش ليه؟ اتفضل استريح. مفيش مفيش. وكلمه مفيش دي بتخلينا اتكلم في النص الثاني. النص الاولاني اللي احنا حكيناه والارقام اللي قالها الدكتور مصطفى رغم ان هو يعني سعيد جدا وهو بيقولها وانا اكيد، بس الرقم ده ولا حاجه. 7 تريليون ولا حاجة؟ أيوة. البلد دي عايزة 70 تريليون. عايزة كم؟ 70 تريليون. ويا رب يخلينا يعلمنا ويفهمنا إن إحنا نشوف واللي نشوفه نفهمه. عايزة كم؟ اللي إحنا بنعمله هنا في سوهاج 100 وحاجة مليار. طب في كم محافظة؟ في كم محافظة عايزين نعمل فيهم؟ طب هو اللي ناقص قد ايه؟ طب بالمناسبه هو اللي اتعمل تشغيله بكام؟ عملت مكتب بريد، الناس اللي هتشتغل فيه هتاخد كام؟ هيتصين بكام؟ مش اتعمل بس، عملت مدرسه كويس، بس المدرسه دي انت عايز تحافظ عليها ولازم تتصين بكام؟ والمدرسين والطاقم العمل اللي فيها ياخد كام؟ عملت مستشفى كويس، بس المستشفى اللي انت عملتها دي هتشتغل بكام؟ كل يوم وكل شهر وكل سنه. لو انتوا ما خدتوش بالكم يا شباب مصر بان ان كل الكلام اللي كان بيتقال كان بيتكلم على محاوله الوصول الى الارقام الطبيعيه للمعدلات، المعدلات الايه؟ العلميه اللي هي بتقول نعمل كم مدرسه لكل كم الف طالب او كم فصل لكل طالب. انت قاعد ماشي داخل في سبق، داخل في ايه؟ في سبق. ايه السبق؟ سبق ان انا عندي نقص اولا في عدد الفصول، انا بجيب مثال واضح وكاشف، عندي عدد فصول متاح دلوقتي وعندي عدد الفصول ده بيقابله تقديم خدمة تعليمية لأولادنا. العدد اللي موجود دلوقتي أقل من المطلوب بمنتهى البساطة كده. يبقى أنت الأول عايز تسد الفجوة، فجوة اللي موجود مع اللي المفروض يكون موجود، دي فجوة. ثم كل سنة تعمل الحجم المطلوب للقادم. للإيه؟ للقادم. القادم يعني إيه؟ يعني لو النهاردة بيخش في التعليم بيبقى فيه إنجاب عندنا
2 مليون 2.5 زي ما يكون مليون، حتى لو كانت مليون يبقوا عايزين تزود فصول ايه؟ كم احنا لما حسبناها الوضع الحالي 60,000 فصل في السنة على فرضية ان احنا عملنا قفلنا الفجوة، مش كده وزير التعليم؟ لو قفلنا الفجوة هنبقى محتاجين نزود كل سنة كم؟ 60,000 فصل. 60,000 فصل. طب الفصل بكام؟ الدكتور مصطفى كان بيعرض هنا السكن فقال في حوالي 400 حاجة ووحدة أو 500 وحدة والرقم كان 51 مليون. أنا كنت براجع امبارح عشان أعمل 200,000 وحدة تانيين، لقيتهم بيعرضوا عليا الوحدة معدية 700,000 جنيه. كم؟ الوحدة بكم؟ 700,000 جنيه. يعني ال 200,000 بكم؟ 140 مليار؟ مش كده يا دكتور؟ 140 مليار جنيه، ده ال 200,000 وحدة. يبقى نرجع للفصول تاني، لو أنا النهاردة عايز أعمل 60,000 فصل بعد ما أقفل الفجوة، يعني عايز على الأقل 60 مليار جنيه، ثم أحط معاهم المدرس والطاقم الإداري والطاقم الإشراف اللي شغال مع المدرسة بكام ومنين؟ طب بقول الكلام ده لكم ليه؟ أنتوا بتكلموني في حاجة وأنا بتكلم في حاجة تانية، لا، الحاجة دي متصلة ببعضها. إذا لما ألاقي حلم عند صمويل وعند محمد وعند غيره، الحلم ده ممكن يتعمل منه حاجة، ما أقولش إيه؟ ربنا يوفقه، لا، يمكن يجيب لي حاجة. يمكن إيه يا صمويل؟ يجيب لي حاجة، الخمس ست فدادين بتوعه دول أو الخمسين فدان يجيبوا لي إيه؟ حاجة جنب حاجة جنب حاجة جنب حاجة، البلد دي موقفها إيه؟ يتغير. بقول لكم كده لأن موضوع النمو السكاني، إحنا جايين طبعًا يوم جميل وعام جديد وكل سنة وأنتم طيبين كلكم، لكن ده ما يمنعناش كأسرة واحدة إن إحنا نتكلم مع بعض ونفكر بعض دايماً بحجم التحدي وسبب المشكلة. سبب المشكلة لا هي فساد حكومة ولا فساد نظام إداري ولا تهميش، لا ولا لا 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 لا. أقول لكم حاجة بسيطة، يعني أنا أعرف كويس يعني إيه، يعني إيه، يعني إيه قرش، وأعرف يعني إيه بفضل الله سبحانه وتعالى يعني إيه دولة. دولة ممكن تبقى قد الدنيا إن شاء الله بيكم وبأفكاركم وبجهدكم، لكن أيضا لازم نكون فاهمين إن لو إحنا مستمرين بالطريقة ديت كل الجهد اللي هيتعمل هيبقى مش كفاية. فقبل ما تمشوا من صندوق تحيا مصر، من صندوق إيه؟ تحيا مصر. الرقم كام؟ مش عايز أقول رقم، ليه؟ حطوا أفكاركم في موازنات وميزانية، وإذا كان في لجنة تشرف على ده، مش هم بس، هم واللي زيهم يعني، وإحنا إن شاء الله أرجو إن إحنا يعني كل اللي أنتوا قلتوه ده نشوفه محمد وإيه وتطبيق الحركة التي والتطبيق الحركة التي بتاع الـ الـ بالمناسبة كان مهم أو إن إحنا بنام موجودين وبنتكلم على إن إحنا لغة الإشارة كان يبقى في حد معنا ياخد الكلام مننا، لأن الناس كلها بتشوفنا ومن حقهم إنهم يسمعونا ويشوفونا، كان لابد أو إن يبقى معنا في لغة الإشارة سواء كان في التلفزيون أو في المناسبات اللي زي كده يبقى في حد موجود معانا. تسمحوا لك اتصور معاكم؟ احنا اللي الشرف لينا يا فندم. شرف لينا يا فندم. دول شباب اهل الصعيد، دول زينة بلادنا، الارادة من حديد، اتباهوا بولادنا، هما دول املنا، جيلنا قد المسؤولية، ناس بتبني وناس بترسم الخطوة اللي جاية. دول شباب أهل الصعيد.